الحمد لله احنا رجعنا مصر يعني. قطع الأعناق وما نجم عنها من قطع الأرزاق. المصريون في ليبيا باحثون عن لقمة العيش في الغربة، ثم هاربون منها إلى بلدهم، عائدون إلى ديارهم سالمين، محملون بأمتعة وهموم ومشاهد طبعت في الذاكرة لمواطنيهم الذين دفعوا ثمن لقمة العيش غاليا. غاب الأمن في ليبيا وسيطر الخطف والتهديد والقتل لرعاياها، فلم تجد الحكومة المصرية من خيار سوى تأمين عودتهم من كل المعابر والمنافذ الحدودية برا وبحرا وجوا، خصوصا بعد تهديدات الحكومة غير المعترف بها التي شكلها المؤتمر الوطني المنتهية ولايته للمصريين ومطالبتها لهم بالخروج. والله أخذوا كل حاجة مننا، أخذوا الدبش، أخذوا الفلوس والموبايلات اخذوا كل حاجه معنا زي ما جينا كده. تعذيب وفلوس وفلوسنا اتاخذت منا، وشتيمه واهانه وحبسونا، وبنشتغل بالعافيه، وفي الاخر مش عاوزين نقطر زيادة عن اللازم عشان خاطر لسه في ناس محبوسه معانا هناك تاني، في ناس مصريين محبوسه وشغاله بالعافيه هناك. تعرضنا للسرقه في حته اسمها ابو سليم في طرابلس. نحن اتنقلنا من مصراته لابو سليم، فأبو سليم خدوا كل الحاجة. رحلات جوية تم تسييرها وتخصيصها للمصريين الراغبين في العودة من الجحيم، ودفعات بالعشرات اتخذت من معبر السلوم الحدودي منفذا للنجاة من حد السكين وتهديد السلاح، هذا السلاح الذي وقع في يد الميليشيات والمتطرفين، فأدخل المجتمع الدولي في حيرة بشأن كيفية التصدي له. فالحل العسكري مستبعد للقضاء على المتطرفين والمسلحين، والحل السياسي مستحب رغم صعوبة تنفيذه في ظل وجود حكومتين في ليبيا، الأولى شكلتها وسيطرت عليها ميليشيات مسلحة، والثانية معترف بها دوليا. سماح السيد، العربية.